معانا دكتورة كوثر محمود نقيبة عام التمريض. كل سنة وحضرتك يا فندم طيبة. وانت طيبة، اهلا بيكي. يعني الاحتفاء الكبير السنة دي مختلف. كورونا اظهرت مدى قوة وصلابة طواقم التمريض في مصر، ومدى مواجهتها وقدرتها على مواجهة المشاكل والجائحة. شايفة التقدير السنة دي ازاي؟ هو في الحقيقة زي ما حضرتك قلتي كده، التقدير مختلف جدا بخروج النهارده الرئيس ان هو يلقي كلمة ويرسل رسالة للتمريض المصري، هو وسيدة مصر الأولى. ده فرق معنويا يعني على في أنفس جموع التمريض المصري، وهم يستحقوا كده. زي ما حضرتك قلتي ان كورونا ألقت الضوء عليهم، هم طبيعي بيشتغلوا وبيبذلوا مجهود يعني أكثر عددا أكثر احتكاكا بالمرضى. هي الأم البديلة في وحدة الحضانات، هي اقرب للمريض من اهله في لحظات ضعفه، فهم يعني اوريدي شغالين. لكن النهارده في الحقيقه كل سنه كنا بنعمل يعني مؤتمرات واحتفالات وشهادات تكريم ودروع، لكن محدش كان بيحس بيها. محدش بيحس بيها، برافو عليك، محدش. طب حضرتك شايفه انه دايما الانسان لما بيسمع كلمه كويسه ده بيكون دافع ليه انه حتى لو مقصر انه يكون اكتر ايجابيه واكتر نجاح، عكس لما بيبقى دايما شايف ان الصوره عنه مش كويسه فخلاص بقى يعني هعمل ايه؟ الدعم الادبي والمعنوي والنفسي يعني طبعا. بعض الاحيان بيكون افضل بكتير من الدعم المالي. فالنهارده يعني لما التمريض معزول عن بيته اقل فتره 14 يوم طبعا، ما تشوفش اهله في الظروف اللي احنا فيها في رمضان، كل سنه هم طيبين، ويعني ده اقل فتره. في ناس 40 يوم ما روحتش طبعا. النهارده. طيب دكتورة كوثر، كان هل في طلبات معينة خاصة ان انتوا كنتوا عاملين نداء بتخصيص صندوق اعانة للمتضررين من كورونا من جنودنا في قطاع التمريض؟ صندوق مخاطر، صندوق مخاطر. انا عايزة احنا عندنا 6 شهداء تمريض في مصر لغاية النهاردة، وعندي حالات مصابة بالكورونا نتيجة عمل. فاحنا محتاجين ان احنا فعلا صندوق المخاطر وتن بصندوق الشهداء، شهداء الجيش والشرطه، ان التمريض يعامل معامله الشهيد طبعا من الناحيه الماليه ومن كل بقى يعني كل مستحقاته ومن الناحيه الادبيه وكل حاجه، يتعامل لان هو شهيد عمل فعلا طبعا. يعني هو علي، عايز اقول لحضرتك ان هو بيدافع على الجبهه، عدو غير مرئي بالظبط، بالعكس يعني ده وغير مرئي وغير معروف يعني توابع المرض ايه، ولسه بيشوف على الطبيعه الدنيا بتمشي، وهم عارفين ان هم معرضين في اي وقت ان هو طبعًا. مشروع شهيد طبعا، فربنا يديهم الصحه يا رب وهم قد المسؤوليه. ربنا يحافظ عليكم ويقدركم، وده مطلب مشروع جدا ان شاء الله تقدروا تنفذوه. وانا بشكر حضرتك جدا دكتوره كوثر محمود نقيبه عام التمريض، وكل سنه وانتي طيبه وجميع العاملين في الجيش الابيض بخير.